لهذه الليلة ألا تكون هناك منهجية واضحة للحديث عن زينب سلام الله عليها. شاهدنا على ذلك مثلا الإمام الحسين سلام الله عليه في طريقه إلى كربلاء أو تحديدا إلى الكوفة، التقى بالفرزدق الشاعر المعروف، فالتفت إليه الإمام الحسين سلام الله عليه، قال: من الرجل؟ قال: هو الفرزدق ابن همام. قال: نسب قصير. نسب قصير هذا مو ذم، هذا مدح، يعني أنت ما تحتاج إلى تعريف، المعروف لا يعرف. كثير من الأحيان أنت تسأل عن واحد يقول لك: أنا فلان ابن فلان من المنطقة الفلانية من العائلة الفلانية، يلا توصل إلى نسبة. فقال إلى الإمام الحسين سلام الله عليه من باب المدح: نسب قصير. رد عليه الفرزدق قال: ولكن نسبك أقصر يا ابن رسول الله. انتون الناس العالم تطأطئ الهامات لنسبكم، النسب الشريف. انطلاقا من ذلك، إذا أردنا أن نتحدث عن شخصية والقلوب متلهفة للحديث عن زينب، الاستماع عن أي ما يتصل بالحوراء زينب سلام الله عليها، هي أساسا كل مجالسنا إذا ما نختمها بالحوراء زينب ما نشوف القلوب تخشع. أكو خصوصية إلى الحوراء زينب، خصها بها المولى تبارك وتعالى دون غيرها. المسألة مو أفضلية، أكو خصوصية إلى زينب عليها السلام. إحنا عندنا 14 معصوم، إذا ما نعرج على كربلاء ما نشوف حرقة في القلوب، كلهم معصومين. النبي صلى الله عليه وآله معصوم، علي بن أبي طالب، الزهراء، الحسن، حتى الحسين، كلهم معصومون. لكن وين القضية؟ كلهم لهم مصائب. القضية كلها يا مؤمن في العائلة وما جرى على العائلة في كربلاء. ولذلك زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نتحدث عن زينب من نحن لنتحدث عن زينب؟ يكون المتحدث ألكن. نجزم بأن نسب الحوراء زينب لا يضاهيه نسب في الإسلام وغير الإسلام. تتكلم عن من؟ تتكلم عن الزهراء وأبوها المصطفى صلى الله عليه وآله، جدها المصطفى. تتكلم عن والدها أمير المؤمنين سلام الله عليه وجدها أبو طالب. فالنسب العظيم، القرآن الكريم إذا تكلم المولى تبارك وتعالى، هل المتحدث الألكن شي ملك؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذا تحدث القرآن الكريم، الإنسان ايش يملك من معلومات، ايش يملك من ألفاظ حتى يتحدث عن آل بيت النبوة صلوات الله عليهم؟ أكو بعض الأمور عندما نقف عند أهل البيت العقل يتعطل. يعني هالحديث المعروف، حديث القدسي: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك. أنت علة الوجود يا رسول الله، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. العقل يتعطل، العقل يتوقف. معرفة أهل البيت سلام الله عليهم، إحنا ماذا نعرف عن أهل البيت؟ المتحدث وغيره، نعرف عن أهل البيت أنهم معصومون وبعض المعلومات. وإلا صدقني لو عرف الإنسان أهل البيت حقيقة المعرفة لكشف له الغطاء، كشف له الغطاء. شيخ عباس القمي أعلى الله مقامه في كتاب مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، كتيب مو كتاب، ينقل يقول: أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم من الأيام أراد أن يعبر الماء مع خيبري، وهذا ما يعرف من، ما يعرف أمير المؤمنين. فهذا الخيبري التفت إلى أمير المؤمنين قال: يا فتى إني سأعبر الماء، فإذا أردت أن تعبره معي فهلم، ضع يدك في يدي. قال لي: أنت أعبر. عبر الخيبري على الماء، يقول الشيخ عباس القمي، وتبعه أمير المؤمنين سلام الله عليه. التفت هذا الخيبري إلى أمير المؤمنين، ما كان يعرفه، قال: يا هذا أنا عبرت الماء، ولكنك عندما عبرت الماء تجمد تحت قدميك،
فماذا قلت حتى تعلمني؟ قال أولا أخبرني أنت ماذا قلت حتى طويت الماء وعبرت عليه؟ قال أقسمت بالله باسمه الأعظم، أقسمت على الله باسمه الأعظم. قال وما اسمه الأعظم؟ قال هو نبيه ووصيه. قال يا هذا أنا وصي نبيك محمد. وينقلون عن المعلى، المعلى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في المدينة، يقول لي ابن رسول الله أنا اشتقت لرؤية عائلتي بالكوفة وما أمتلك مسافة طويلة. قال اجلس في مكانك، فمسح على عينه هنيئة. قال افتح عينك يا معلى. فتح عينه قال أين أنت؟ قال هذا هو باب بيتي. قال زر أهلك، وإذا أردت أن ترجع إلى بيتك فقل يا جعفر ابن محمد سترجع إلى بيتك. معرفة أهل البيت سلام الله عليهم تخلي الإنسان يكشف عن ما بينه وبين الغطاء، مثل ما نقول الحجب تكشف إلى الإنسان، لأنهم أهل بيت النبوة، معدن الرسالة. دخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام، يقولون كانت في بطنه أو مشكلة في معدته، أكل مع الإمام فلم يتأذى. التفت إلى الإمام قال لي يا ابن رسول الله أنا عندي مشكلة حتى في البيت عندي يطبخون إلي بعض الأكلات الخاصة، مثل اليوم كثير من الناس اللي الله ابتلاهم عند أكلات خاصة. قال يطهون لي أكلات خاصة، لكن أرى أنني عندما آتي إلى بيتك آكل من أي طعام فلا أتأذى. قول إلي هذه اللي تطبخ الطعام شو تسوي؟ تبسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يا هذا المسألة في مو في كيفية طهي الطعام، إنك تأكل في عند أهل بيت تصافحهم الملائكة على فرشهم. هذا أهل البيت سلام الله عليهم. فماذا نعرف إحنا عن زينب سلام الله عليها؟ زينب التي ولدت في أحضان النبوة، هو الذي أسماها زينب بوحي من الله تبارك وتعالى. تقول الرواية أنه عندما ولد الإمام الحسن، لأن النبي يعلم صلى الله عليه وآله أن نسله من فاطمة سلام الله عليها، حتى لما إجى إلى خديجة وسمعها تتحدث مع أحدهم قال يا خديجة مع من تتحدثين؟ قالت يا حبيبي يا محمد الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني في خلواتي. قال ابشري يا خديجة، هذا الأمين جبرائيل أخي يخبرني بأنها أنثى، وإنها الأنثى المباركة، وسيكون نسلي منها، إنها فاطمة سلام الله عليها. فلما أنجب الإمام الحسن تقول الرواية وضع بين يدي رسول الله فترقرقت دموعه على كريمته، لأن جبرائيل أخبر. جابوا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، ترقرقت دموعه على خد أسمى. تسأل يا ابن يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ مولود. قال هذا جبرائيل يخبرني بأن ابني هذا سيموت عطشانا في أرض الفرات من العراق، ولا تخبر أمه فاطمة فإنها حديثة عهد بولاده. المولود الثالث زينب سلام الله عليه، جابوها إلى النبي صلى الله عليه وآله، تقول الرواية وإذا به يبكي أكثر من سابقيها، أكثر من حسن وحسين. اللي جابتها الزهراء تقول يا رسول الله إنها أنثى، الأنثى دائما تكون رحمة إلى الإنسان. الأنثى شوف إذا عندك أولاد أطفال صبيان وإناث، شوف القلب يميل إلى الأنثى، أكو رحمة خاصة. حتى البنات عندهم علاقة خاصة بالأبي والأم، أكو عندهم رحمة. قالت لي زهراء إنها أنثى، المفروض تدخل السرور على قلبك يا رسول الله. قال بلى يا بني، ولكنها ستلقى من الأهوال والمصائب ما يجل عن الوصف، أعظم من إخوتها حسن وحسين. هذه زينب سلام الله عليها. ولذلك نشوف المواقف اللي صدرت من زينب في كربلاء، البعض يتصور أنها صدرت عن كلالة، يعني صدفة. لا والله مو صدفة، الأفعال ما فعلته زينب في كربلاء وبعد كربلاء هذا ما يقول إنه صدفة، مستحيل صدفة. امرأة تفقد 10 من إخوتها، نشوف الله لا يفجعكم بحبيب. كثير من الناس نشوفهم يفقدون أخ أو يفقدون حبيب يتزلزل كيانه كله، والمرأة بعد شخاص جداً
إذا المفقود ولد، إذا المفقود أخو، إذا المفقود شاب، ما يدخلوها المغتسل بروحها بعد، فيها أخوها أبوها أولادها، لأن المرأة ما تتحمل. زينب فقدت 10 من إخوتها، فقدت ولدين حشاشة جوفها، فقدت الأكبر، فقدت القاسم، هذولا في مكان الأبناء، لولا في مكان الأبناء. وتعال شوف اللي صدر من زينب في كربلا، ايش معناه؟ ايش قدمت إلى الصبر من معنى زينب؟ ايش قدمت إلى الصبر من معنى؟ يعني مواقف كثيرة إلى زينب. وأقول لك هالليلة اعذرني إذا لم تكن هناك منهجية في الحديث، لأن الحديث عن زينب مختلف، الحديث عن زينب مختلف يا مولاي. الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى أقول لك تعال شوف صبر زينب، أصحابه مجزرون، إخوته مقطعون على البوغة. شوف الإمام الحسين وفي عينيه دمعة، وقفت أمام زينب تقول لي أبا عبد الله أنت الذي تبكي؟ إذا أنت تبكي شقول إلى النساء؟ إحنا نتسلى بك يا ابن رسول الله. كف دموع الإمام الحسين، قال أخي زينب والله ما لنفسي بكيت، أنا ابن أبيك، تعرفيني أنا زينب، ليش تبكي أبا عبد الله؟ قال أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. هذا موقف إلى الحوراء زينب. أوديك إلى موقف ثاني، ليلة 11 من المحرم، حتى البعض يمكن يقول زينب معصومة لو غير معصومة، يا مولاي إحنا نسكت ما نقدر نحكي، هل يصدر منها الخطأ؟ والله عندما تقف عند هناك 14 معصوم، هذا إحنا قطعا، لكن مواقف الحوراء زينب تؤكد على عصمة موجودة في هذه المرأة العظيمة. إحنا 17 ركعة نصلي في اليوم، صح لو لا؟ زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، يكون عندك فكرة، معلوم أن المعصوم النوافل وصلاة الليل واجبة، مثل ما إحنا نصلي هذاك المستحبات واجبة عنده. الحوراء زينب في ليلة 11 من المحرم، زين العابدين ينادي عم زينب أين أنت فلم تجب، المرة الثانية عم زينب أين أنت فلم تجب، المرة الثالثة تقول لي نور عيني سجاد كنت أصلي صلاة الليل. شهل بيت هؤلاء؟ هذه الليلة، ليلة 11 من المحرم اللي يقول عنها عباس محمود العقاد نكسة الضمير الإنساني. الكاتب عباس محمود العقاد يقول كربلاء وما حوته كربلاء هي نكسة الضمير الإنساني. بعد ما كنا نحكي عن إنسانية، تعرف ايش قال إليها الإمام زين العابدين؟ احنا لما نقرأ النص نتصور يقول إلى عمة زينب يا عم الصلاة الواجبة تكفينا الليلة، وإذا به يقول إلى زينب عم زينب هذا خلاف عادتك تصلين صلاة الليل من جلوس. قال السجاد أخوك الحسين خل إلي جلد، مصايب كربلة خلت إلى زينب جلد. هذه تقول عن هل، لذلك احنا نقول صلى الله عليك يا زينب. إذا تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله يقول لا، ليش تصلون على الحسين؟ ترى احنا من خالف القرآن يا مؤمن، واقرأ القرآن الكريم وأنت من قراء القرآن الكريم، والأهم من ذلك ممن يعون القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا شاهدنا أولئك عليهم صلوات من ربهم. أي مصايب زيد من مصايب زينب؟ أي مصايب أكثر من مصايب كربلاء؟ المشهد الثالث، وخلينا ندخل إلى مصيبة زينب. مروا بهن على مصارع القتلى. شوف صبر زينب، حتى لا حد يحكي ترى زينب عنوان الصابر. يمكن واحد يقول زينب قالت في مجلس الطاغية قد هتكت ستورهن، يعني زينب ما هتك وسترها بالشام وكربلاء. يا مولاي انت ما عندما تتكلم عن زينب لا تقارن زينب باخريات، حتى احنا في هذا الزمن يمكن واحده متبرجه تقول اني من عائله محافظه لان عندها المحافظه هاي معناها. زينب المازني يقول اكثر من 4 سنوات بالكوفه ما راينا لها خيالا ولا سمعنا لها صوتا. المدينه تزور قبر جدها المصطفى الحسن عن يمينها، الحسين عن شمالها، من امامها امير المؤمنين.
إذا قربنا إلى المسجد يقول الإمام الحسن يأمرني أبي أمير المؤمنين أن أطفئ قناديل. أقول له ليش أبويا؟ قال مسجد المصطفى ما يخلو من الزوار، هذا يصلي هذا يدعو، أخاف واحد يشوف خيال الحوراء زينة، هذه اللي خيالها يخافون عليه، مشيها بين الأجانب مو هتك ستور، هذا معنى هتكت ستورهن عد زينة. مروا بهن على مصارع القتلى. تقول الرواية وإذا بزين العابدين يتمايل يمينا وشمالا من المصيبة. تعرف إيش قالت إلى زينة؟ اسمع بالله، تقول نور عيني سجاد ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي، مراب عليه جامعة يشوف عماته يضربن بالسياط، معذور زين العابدين إذا يتمايل على ظهر الناقة. قالت إلى سجاد ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي، والله إنه عهد من جدك لأبيك أن يبقى قبر الحسين علم لا تخفى آثاره ولا تطفى أنواره، وليجهدن أئمة الكفر والضلال على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. هذه زينب، هذه مولاتنا زينب. لكن تسألني أي أصعب موقف عليها؟ وذاك أحد العارفين يقول رأيت الإمام صاحب الزمان في يوم العاشر من المحرم في رؤية أغبار أشعث حافي القدمين. قلت له سيدي مولاي ما الذي يبكيك حتى آخذ فكرة؟ أتبكي على جدك الحسين؟ قال أبكي على من لو رآه الحسين لبكى. أتبكي على عمك العباس؟ قال أبكي على من لو رآه عمي العباس لبكى. أتبكي على الأكبر؟ قال أبكي على من لو رآه الأكبر لبكى. قال ليش تبكي عليه سيدي؟ قال أبكي على عمتي زينب تستر وجهها بالأكف في مجلسي الكوفة والشام. أي المصيبة ها؟ زين العابدين يسألون ليش تبكي كل هالبكاء؟ قال لا أبكي على الرجال ما قصروا في كربلاء. قال ما الذي يبكيك؟ قال عمتي زينب تسحب بالحبال في مجالس الرجال. الشام وما أدراك ما الشام. تقول الرواية أدخلوهن وقبل أن يدخلوهن على الطاغية جاء لهم جلواز بحبل طويل. قال للإمام زين العابدين ماذا تريد أن تصنع؟ قال لقد أمر الأمير أن نربط عماتك وأخواتك وندخلهن عليه. قال والله مدام أنا بالوجود ماكو أموي يضع يد على علوية، هات الحبل أنا أربط عماتي وأخواتي. أخذ الإمام الحبل وقام يمرره على يدي هذه وعلى كتف تلك، يخلي طفل بين امرأة وامرأة حتى يحفظ الأطفال. التفت الإمام يمين وشمال قال أبقيت واحدة لم نضع عليها الحبال؟ وإذا بزفير من خلفه نور عيني سجاد بلا عمتك زينب.